أقسم الله تبارك وتعالى قسما متعددا، قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. أي ما جاء في هذه الصورة لإحدى الكبر نذيرا موعظة للبشر لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال: كل نفس بما كسبت رهينة. ويعني هنا نفس الكافر أو الفاجر المستحق لجهنم. كل نفس يوم القيامة بما كسبت من العمل رهينة، مرهونة، موقوفة، محبوسة. كل نفس بما كسبت رهينة. متى؟ يوم يأتي الناس يوم القيامة وتعرض عليهم الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة تعرض الأعمال على الناس ويأتي الإنسان وينظر إلى عمله، فكل نفس بما كسبت بما عملت رهينة. قال: إلا أصحاب اليمين. أين هم؟ في جنات. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على فرش، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الكفار مرهونون، الفجار محبوسون، والمؤمنون في جنات النعيم لهم فيها ما يشاءون عند ربهم، ذلك الفوز العظيم. المؤمنون متكئون على الأرائك هم وأزواجهم، على الأرائك ينظرون في نعيم، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. المتقون في نعيم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يتساءلون، ومن جملة نعيمهم بعدما أوتوا من لذة الأكل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وأنتم فيها خالدون بعدما أوتوا من نعيم المأكل وحسن الملبس يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بعدما أوتوا من نعمة الأزواج وكواعب أترابا بعد ذلك كله يتطلعون إلى أهل النار من النعيم أنهم ينظرون إلى أهل جهنم من الكفار والفجار والمجرمين يتمتع المؤمن بالنظر إلى عذاب أهل جهنم لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يغمز المؤمن إذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يضحكون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ربنا قال فاليوم يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وتقول العرب من ضحك أخيرا ضحك كثيرا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون المؤمن متكئ على أريكته ينظر إلى عذاب الكافر على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون هل ثوبوا هل جوزوا بأعمالهم السيئة بشركهم وكفرهم وعداوتهم للإسلام وسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم واستهزائهم بالدين وتكذيبهم للقرآن وجحدهم لليوم الآخر هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذن المؤمنون يتساءلون إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عمن عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر ما الذي أدخلكم جهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين تركوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون عن الصلاة ما يصلي الظهر حتى يدخل العصر ولا يصلي العصر حتى يدخل المغرب ولا يصلي المغرب حتى يدخل العشاء عن صلاتهم ساهون ويل لهم والويل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تستعيد منه جهنم ويل لهم ولذلك قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال سبحانه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فويل لمن أضاع الصلاة ويل لمن ضيع الصلاة لا إسلام لمن ترك الصلاة قال عمر رضي الله عنه وهو في سكرات الموت بعد أن طعنه غلام المغيرة بن شعبة المجوسي لعنة الله عليه
طعن عمر 6 طعنات منها واحدة تحت بطنه كانت سبب موته. فقال عمر لما طعن في الصلاة ونقل إلى بيته سأل الذين من حوله قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، فإنه لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام لمن ترك الصلاة. كيف تهدأ أيها المؤمن المسلم وفي بيتك من لا يصلي؟ أبناؤك لا يصلون، زوجتك لا تصلي، وأنت تطعمهم وتكسوهم وترعاهم، وبئست الرعاية. من غير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال لا، لو ولدك جاب درجة بسيطة وضعيفة في المدرسة بتضربه وبتمشي تتفدد في المدرسة وبتسأل المعلمين وتقابل مدير المدرسة لأنه درجاته ضعيفة، أين درجته عند الله؟ أين الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي هؤلاء ليس لهم صلة مع الله، قطعوا الصلة مع الله الصلاة، وقطعوا الإحسان إلى خلق الله. لم نكن نطعم المسكين، لا يخرجون من مالهم طعاما للمساكين، والمولى تعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. المؤمن يخرج من ماله ويتصدق ويحسن إلى المساكين. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي كلما أتى رجل بفكر جديد وبدعة جديدة وإحداث في الدين وخلط لمفاهيم الشريعة الإسلامية خضنا معه، كانوا يغوون مع الغاوين، كانوا يخوضون مع الضلالات والتيه والبدع، ولذلك كان ذلك سببا في دخولهم لجهنم، نخوض مع الخائضين. إذا جاء رجل فزعم أنه يحيي الموتى ويبرئ أصحاب العاهات والأمراض ويعلم الغيبة ويدعي أنه يتصرف في الكون، خاض ناس معه وتبعوه. إذا جاء رجل بذكر جديد وعبادات جديدة وأفكار جديدة انطلقوا معه. الناس يحبون التجديد ويحبون الجديد، ولكن الدين الإسلامي قد اكتمل، لا زيادة في الدين. أنزل الله تعالى على نبيه في أعظم مشهد من المشاهد وهو في عرفة على بغلته في جمع من المؤمنين، أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا مجال لبدعة في الدين ولا مجال لإحداث في هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، إنما نحن جميعا تبع لرسولنا عليه الصلاة والسلام وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. قالوا كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين.
يكذبون بيوم الدين إما حالا وإما مقالا. الكفار يكذبون بيوم الدين، قالوا وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ما بنبعث، هؤلاء كفار. ولكن من الناس من لم ينكر البعث بلسانه ولكنه تزعزع في إيمانه بالبعث. لما الإنسان ما يتورع عن أكل الحرام، ولا يتورع عن أعراض المسلمين، ولا يتورع عن دمائهم، ولا يتورع عن تفويت الصلاة، ولا يتورع عن هذا حلال أم هذا حرام، لا يتورع، هذا فيه تكذيب بيوم الدين. لأنه لو كان مؤمنا بيوم الدين لما فعل هذا. ولهذا قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت، استمروا على ذلك حتى ماتوا. قالوا حتى أتانا اليقين، ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا للحسرة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. الناس الكثير منهم ما يحب من يذكر بالله، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر جمع حمار، مستنفرة هاربة، فرت من قسورة، والقسورة هو الأسد. ولهذا عباد الله، في هذه الآيات موعظة لنا بالمحافظة على الصلاة وإعطاء حق المسكين، وألا نخوض مع الخائضين، إنما نلتزم بالكتاب والسنة، وألا نعبد الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخوض مع الخائضين ولا نكذب بيوم الدين حتى تنالنا يوم القيامة شفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين ونكون من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعين مستور وتجارة لن تبور. اللهم أغننا بغناك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اشف مريضنا وحل كل مشاكلنا يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.